بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة إن شاء الله معانا درس الانعكاس في المستوى الإحداثي. الانعكاس، أول حاجة تعريف الانعكاس بيقول لي الانعكاس هو تحويل هندسي آخر لا يغير من قياسات الشكل أو نوعه. يبقى أول حاجة نعرفها إن الانعكاس لا يغير من قياسات الشكل ولا يغير من نوع الشكل، يعني المثلث يبقى مثلث والمربع يبقى مربع، لا يتغير الشكل ولا قياسات زوايا الشكل تتغير. طيب، يسمى قلب شكل هندسي الانعكاس، المفهوم بتاع الانعكاس يسمى قلب شكل هندسي حول مستقيم والحصول على صورة مرآة لهذا الشكل انعكاسا، ويسمى المستقيم محور الانعكاس. طبعا الكلام ده مهم جدا انك تعرف ان الانعكاس هو عبارة عن قلب الشكل، زي ما يكون مثلا مرآة، انت لو نظرت في المرآة تشوف صورتك في المرآة مقلوبة. لذلك الانعكاس هو قلب شكل هندسي حول مستقيم. المستقيم اللي انا بقول عليه ده هو يعتبر مكان المرآة، يعني هو المستقيم هو نفسه المرآة، والحصول على صورة مرآة. يبقى الانعكاس عبارة عن كأنك بتحط شكل قدام مراية وبتشوف صورة هذا الشكل في المراية، هتكون ازاي؟ طبعا الصورة بتكون مقلوبة. يبقى الحصول على صورة مرآة لهذا الشكل انعكاسا، ويسمى المستقيم محور الانعكاس، ومحور الانعكاس نعبر عنها بالمرآة. تعال نشوف كده مع بعض عشان نقدر نفهم أكتر. هنشوف مثال عملي. بيقول لي متوازي أضلاع رؤوسه ألف 0 و4 وباء 4 و8 وجيم 5 و5 ودال 1 و1. أنا عندي أدي الشكل الرباعي أهو، ألف باء جيم دال. بيقول لي ارسم شبكة على ورق التمثيل بياني، ثم ارسم متوازي الأضلاع عليها، استعمل قلم من لون مختلف، وعين صورة النقاط ألف باء جيم دال الناتجة عن انعكاسها حول المحور. يبقى النقط دي هتنعكس حول هذا المحور، المحور المنقط ده، نقط جنب بعضها. هنعتبر ان هذا المحور هو المرآة، هنعتبر ان هذا المحور هو المرآة. بيقول لي صل بين صورة النقاط وما احداثيات الرؤوس الجديدة. يبقى انا عندي الشكل ده لما احب اعمل له انعكاس حول هذا المحور، هنعتبر ان هذا المحور هو المراية، وهنشوف النقطة باء دي لو حطينا النقطة باء قدام هذه المرآة هتكون صورتها فين؟ طبعا هتكون صورتها الناحية التانية هنا قصادها بالظبط. طب تعالى نشوف، نمثل هذا الشكل، نرسم مستقيم، مستقيم مرة بنقطتين، آدي المستقيم و قدامي، طبعا هو المستقيم عند 5 ادي المستقيم قدامي كده، انا رسمت المستقيم. بعدين ارسم الشكل، اول حاجة عندي الف عند 0 و4، ارسم المضلع عند 0 و4 والنقطة باء عند 4 و8، ادي 4 و8، والنقطة جيم عند 5 و5، ادي 5 و5، والنقطة دال عند 1 و1، ادي 1 و1. ويبقى انا كده رسمت الشكل اللي هو الدهوني قدامي عندي في السؤال، وبعدين اعمل له انعكاس حول هذا المحور، اعتبر ان هذا المحور هو المرآة. وبعدين تعالى نعمل انعكاس النقطة ديت، لو انا حطيتها قدام المراية اللي انا بشاور عليها بالماوس ديت، صورتها هتكون هنا. طيب النقطة ديت لو حطيتها على المراية، لأنها موجودة تعتبر على المحور نفسه، فصورتها هتكون نفسها، مش هتتغير، صورتها هتكون نفسها. طيب النقطة ديت لو أنا اللي هي نقطة 1 و1، لو أنا حطيتها قدام المراية اللي هي تعتبر هذا المحور، صورتها هتكون قبالها الناحية التانية، ونفس البعد ما بين المحور، يعني بعد النقطة دي عن المحور 4 خطوات، يبقى بعد صورتها برضو 4 خطوات. لاحظ نفس الكلام عندي هنا، هذه النقطة تبعد عن المحور خطوة أو وحدة، يبقى صورتها تبعد عن المحور أيضا وحدة، وهذه النقطة لو حطيتها برضو قدام المراية اللي هو هذا المحور هتكون صورتها الناحية التانية، والنقطة دي بتبعد 5 وحدات عن المحور، صورتها تبعد 5 وحدات. وبعدين أرسم أوصل النقاط اللي هي الصور بتاع النقاط اللي أنا جبتها، صورة الانعكاس، أوصلهم ببعض، وتعالى نوصلهم ببعض. ادي 1، نعمل الشكل مضلع،
ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. خلاص كده انا رسمت صورة هذا الشكل. طبعا هي جت غلط بس دي عشان نسينا هذه النقطة، النقطة هنا، اما هذه النقطة انعكاسها نفسها. يبقى انا عندي ادي النقطة دي انعكاسها هنا، نرسم تاني ادي الشكل واحد اتنين تلاتة، النقطة التالتة، وادي النقطة الرابعة، وادي كده. يبقى الشكل كده حصل له انعكاس حول المحور اللي هو الدهوني اللي هو بيمر بنقطة خمسة، خمسة وصفر. تعال نشوف مع بعض أسئلة. بيقول لي ارسم صورة كل شكل مما يأتي بالانعكاس حول المحور ثم اكتب الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة. أنا عندي أول شكل هنا، تعال نمسح مع بعض هذا الشكل. مسحنا خلاص. بعدين نبدأ نرسم شكل جديد مستقيم مر بنقطتين. أنا عندي المستقيم هنا عند النقطة خمسة في السين، يبقى ادي النقطة خمسة في السين، نرسم المستقيم. خلاص رسمناه. بعدين الشكل عندي، أول شكل عندي النقطة، أول رأس في الشكل ستة وخمسة وتمانية وأربعة وتمانية وتمانية. تعال نمثل الشكل اللي قدامنا. نرسم الشكل، أول نقطة عندي اللي هي ستة وخمسة، آدي ستة وخمسة، نعملها بالنقاط أو نعملها بالمضلع عادي. أول نقطة عندي ستة وخمسة، آدي ستة وخمسة. تاني نقطة عندي اللي هي تمانية وتمانية، تمانية وتمانية. تالت نقطة اللي هي تمانية وأربعة، تمانية وأربعة. أبقى أنا كده رسمت هذا المثلث اللي هو الدهوني عندي في السؤال رقم واحد، وهنعمل له انعكاس حول هذا المحور. نعمل انعكاس لكل نقطة، هنعتبر دي نقطة ودي المراية، وهنشوف صورة هذه النقطة في المرآة هتكون فين. صورة هذه النقطة في المرآة هتكون فين؟ النقطة ديت لو حطيناها قدام المراية اللي هو يعتبر الخط هذا، هتكون صورتها هنا. أهو دي تبعد خطوة أو وحدة عن المرآة، يبقى تبعد صورتها تبعد وحدة أيضا. هذه النقطة تبعد ثلاث وحدات عن المرآة، صورتها هتكون الناحية التانية هنا. وهذه النقطة تبعد عن المرآة ثلاث وحدات، أيضا صورتها هتكون الناحية التانية. بعدين أوصل صورة الشكل في المرآة، أدي واحد اتنين تلاتة، النقطة التالتة، وكده أكون أنا رسمت صورة هذا المثلث بالانعكاس في المحور اللي الدهوني. هلاحظ إن الشكل في الانعكاس بيكون مقلوب، مش بيكون زي الانسحاب. الانسحاب بيحافظ على الشكل نفسه مش بيتقلب، لا. هلاحظ هنا ان الشكل مقلوب علشان بينعكس في مرآة يكون مقلوب. وبكده نكون حلينا السؤال رقم واحد. نبتدي نحل السؤال رقم اتنين، جديد، ملف جديد. نظبط الشكل اللي عندي ونبتدي مع بعض. انا عندي ارسم الاول محور افقي اللي هو تعتبر المرآة اللي هي المنقطة هنا، السؤال رقم اتنين، وبيمر عند الرقم خمسة. الاحظ ارسم مستقيم مر بنقطتين، ادي ادي المستقيم اللي انا هرسم فيه الانعكاس. وبعدين ارسم الشكل، أول حاجة أول نقطة عندي في الشكل اللي هي أربعة وخمسة، أربعة وخمسة، آدي أربعة وخمسة. تاني نقطة في الشكل اللي هي أربعة وتسعة، آدي أربعة وتسعة. تالت نقطة في الشكل اللي هي تمانية وستة، آدي تمانية وستة. وبكده أكون رسمت الشكل اللي عندي. بعدين أعمل له انعكاس في هذا المحور، هنعتبر إن هذا المحور هو مرآة، ونشوف صورة كل نقطة في المرآة هتكون فين. النقطة ديت صورتها في المرآة هتكون هنا طبعا، النقطة ديت
صورتها في المرآة هتكون هنا، النقطة ديت لأنها على المرآة هتكون صورتها نفسها لأنها متتحركتش، النقطة ديت صورتها في هذه المرآة هتكون الناحية التانية وتبعد نفس البعد، أو دي تبعد عن المرآة 4 خطوات ودي تبعد عن المرآة 4 خطوات. بعدين أرسم صورة الشكل، أوصل النقط ببعضها، أدي 1 2 وأدي النقطة التالتة، وبكده أكون أنا رسمت صورة هذا المثلث بالانعكاس في المحور اللي ادهوني. طيب السؤال رقم 3، نعمل نمسح طبعا اداني الشكل عندي برضو محور الانعكاس بيمر بالنقطة 5، وبعدين اداني شكل عبارة عن شبه منحرف، شبه المنحرف هذا بيمر بالنقطة 3 و1، بيمر بين النقطة 3 و1 والنقطة التانية عند 4 و3 والنقطة التالتة عند 7 و3 والنقطة الرابعة عند نقطة 9 و1. تعال نرسم الشكل اللي هو الدهوني، أول نقطة عند 3 و1 نعمل مضلع، وأول نقطة عند 3 و1 رسمنا 3 و1، تاني نقطة عند 4 و3 أدي 4 و3، تالت نقطة عند 7 و3 أدي 7 و3، رابع نقطة عند 9 و1، والنقطة الأخيرة عند 3 و1، وكده أكون رسمت شبه المنحرف. بعدين أعمل له انعكاس حول هذا المحور، نبدأ نعمل تناظر محوري، النقطة ديت هتنعكس في هذه المرآة، النقطة ديت هتنعكس في المراية ديت، هتظهر طبعا فوق هنا، دي تبعد عن المرآة خطوتين أو وحدتين، اللي نفس على نفس الخط وحدتين إلى أعلى، وهنا النقطة ديت لو اعتبرت دي نقطة ودي المراية صورتها هتكون في المكان ده، والنقطة ديت لو اعتبرت نقطة قدام المراية قدام محور الانعكاس ده هتنعكس الناحية التانية، والنقطة الأخيرة دي لما تنعكس في هذا المحور هتنعكس في المكان اللي ظهر ده، ونوصل النقاط ببعضها، نوصل النقاط ببعضها عشان نرسم صورة الشكل بالانعكاس في المحور اللي الدهوني. وبكده نكون رسمنا صورة هذا الشكل بالانعكاس في هذا المحور. بيقول لي اذكر رقما لا يتغير حول محور انعكاس وحول محور عمودي. طبعا هذا الرقم نفترض ان هو ممكن يكون الرقم 7، يعني مثلا انا دلوقتي الرقم 7 هو اللي لا يتغير انعكاسه حول محور عمودي، ونمثل ومثلا مستقيم مر بنقطتين، ادي مستقيم يعتبر ده محور عمودي، وهمثل لكم الرقم 7، رقم 7 مثلا، ادي الرقم 7، ادي الرقم 7، لو انا كتبت الرقم 7 تقريبا، الرقم 7 زي ما انا كتبته كده يبقى عبارة عن خطين كده لفوق، و انعكاسه حول هذا المحور العمودي النقطة دي هتكون مكانها، والنقطة دي هيكون مكانها، دي تبعد وحدتين قدام الخط ده اللي هو المراية، يبقى أنا عندي مكانها هيكون هنا نقطة جديدة، والنقطة دي تبعد 1 2 4، يبقى تبعد برضو 4 قدام المراية هيكون مكانها هنا، والنقطة دي طبعا هتكون نفسها، وبعدين نوصلهم ببعض. ألاحظ برضو أن الانعكاس للرقم 7 حول محور عمودي هيديني هو نفسه الرقم 7، ما اتغيرش. يبقى لما يقول لي اذكر رقم لا يتغير انعكاسه حول محور عمودي، طبعا الرقم هو الرقم 7. السؤال، ما أوجه الشبه والاختلاف بين الانسحاب والانعكاس؟ أوجه الشبه في الانسحاب، وهنقول أوجه الشبه وبعدين نقول أوجه الاختلاف. أوجه الشبه في الانسحاب والانعكاس إن الشكل في الانسحاب والانعكاس يبقى كما هو شكل نفسه، يعني إذا كان مثلث يبقى مثلث، وإن كان مربع يبقى مربع، وأيضا زواياه لا تتغير، يعني زوايا الشكل لا تتغير،
واطوال اضلاع الشكل لا تتغير. طب ايه الاختلاف بقى يا استاذ بين الانسحاب والانعكاس؟ الاختلاف ان في الانسحاب ينتقل الشكل من مكان الى مكان اخر، اما في الانعكاس بيتقلب الشكل، بيطلع لي صوره مقلوبه للشكل، الشكل بيعمل بينقلب الى مقلوب الشكل، يعني الشكل بيبقى مقلوبه قدام محور الانعكاس او المرايه اللي هي بينعكس فيها، او المرايه اللي هي وحده محور الانعكاس. وبكده نكون ادينا امثله على درس الانعكاس، ونشوفكم في درس اخر باذن الله.